أيها الإخوة الشباب، يجب أن تعرفوا أنتم طاقات كلش كبيرة. هذا ما يقوله الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق القائلين ومن أصدق القائلين. يقول: أتزعم أنك جرم صغير وفي كلب فهو العالم الأكبر. الإنسان طريق إلى بحر. شايفين إتو قسم منكم وقارين العيون الصغيرة، هذا العين الصغير مو هي هي، وإنما هي طريق إلى بحر من الماء تحت العين. أو هذه الفوهة في الآبار النفطية ليست فوهة صغيرة، وإنما تحت هذه الفوهة وتحت هذه البئر بحر من النفط. الإنسان هكذا، يعني إنك لست إنسانا صغيرا شابا عمرك 20 سنة أو 25 سنة أو 18 سنة أو 17 سنة، كلا بالعكس، أنت كبير كبير كبير، مو لتتكبر وإنما لتتواضع. هذا الإنسان الكبير هذا يجب أن يستغل طاقاته. هذا تكليف الكل. قووا أقلامكم حتى تؤلف. الثاني: قووا ألسنتكم حتى تخطب، حتى كل واحد منكم يتمكن أن يقف هنا ويخطب في الجماهير، وكل واحد منكم أن يؤلف كتب ومقالات في الجرائد والمجلات. الشيء الثالث: انزلوا إلى الجماهير. الإنسان المسلم ينزل إلى الجماهير، يعني يجب علينا أن لا نكون مقوقعين في دائرة خاصة وبين أنفسنا. هذه الأمور الثلاثة. ثم ماذا نريد من الجماهير؟ نريد من الجماهير أمور أربعة: تنظيم الجماهير حتى كل واحد يكون جيش في سبيل إنقاذ المسلمين وفي سبيل إنقاذ الإسلام وفي سبيل إنقاذ البلاد الإسلامية. نريد منهم التنظيم. الإمام أمير المؤمنين قال للجماهير: والنظم أمركم، نظموا أنفسكم. نريد منهم التوعية، الوعي في القرآن الحكيم: وتعيها أذن واعية. واعي يعني شنو؟ يعني نقول للمسلمين: أيها المسلمون، لماذا صدام تمكن من أن يلقي بمئات الألوف من الشباب في غياهب السجون؟ لماذا الأمريكيون مستريحون، البريطانيون مستريحون، الفرنسيون مستريحون، وشباب العراق مشردون، وشباب فلسطين مشردون، وشباب أفغان مشردون؟ لماذا؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. يعني إذا كنت عالما بزمانك، عالما بأوضاع الزمان، قادرا على العمل، قادرا على التقدم، قادرا على الفهم، الحرامي ما يدخل بيتك. الحرامية في أطراف بيوتنا، إحنا إذا نمنا دخل الحرامية بيوتنا. أما إذا واعين، هل تدخل الحرامية بيوتنا؟ إذا كنت عالما أنه في الطريق لص، كنت تستعد؟ إذا كنا ونحن في العراق ونحن في فلسطين عالمين بما تحاك حولنا من مؤامرات غربية وشرقية ويهودية وبعثية، هل كانوا يتمكنون من الهجوم علينا؟ أبدا ما كانوا يتمكنون. نحن نمنا، نحن غفلنا، نحن اشتغلنا بالتوافه، وهؤلاء خاطوا المؤامرات ضدنا وحاكوا المؤامرات ضدنا وضد المسلمين في كل مكان.